السكشن اللي فات شباب شفنا الاستاتستكس وشفنا حاجات تتعلق بال عنا بيزكس كده تتعلق عن الموضوع زي انواع الاستاتستكس. اتكلمنا على الديسكريبتيف استاتستكس والانفرنشال استاتستكس وبدأنا نعرف الفرق ما بينهم، وبعد كده دخلنا على ان انا اقدر احسب المين والميديان والمود للداتا اللي عندي. لو انا بدور على السنترال اوف تندنسي، وكمان لو انا بدور على الفاريابيليتي او الديسبيرجن بدور على الرينج والفارينس والستاندرد ديفيشن. وعرفنا الانفرنشال ستاتستكس، قلنا ده لو احنا عندنا بوبوليشن وخدنا منها سامبل وبنيت كونكلوجن على السامبل دي ان انا عملت عليها شويه ستاتستكس وبعد كده بنيت عليها كونكلوجن للبوبوليشن، ده بتسمى الانفرنشال ستاتستكس. وعرفنا شوية تعريفات، عرفنا الداتا وعرفنا السيت وعرفنا الممبر وعرفنا البوبوليشن وعرفنا السامبل والفريكوانسي والريلاتيف فريكوانسي والبرسنتج ريلاتيف فريكوانسي، وشفنا الفاريبلز وقلنا الفاريبلز دي بتبقى كوانتيتيف وكواليتيتيف اللي هي وصفي وكمي. وقسمنا الداتا عندنا، بدأنا نقسم الداتا عندنا لحاجتين اللي هي الانجروب داتا والجروب داتا. الانجروب داتا قلنا اتفقنا ان يكون عندك العدد بتاعها اقل من 10 فتقدر تتعامل مع كل من غير كلاسز يعني. اما بيكون في الجروب داتا بيكون عندك داتا كتير فبتبقى اكتر من 10 يعني، ممكن توصل ساعات بتوصل للملايين وبيسموها البيج داتا يعني زي الفيسبوك والكلام ده، يعني الداتا اللي على الفيسبوك او الداتا اللي على جوجل او الداتا اللي على تويتر وهكذا، بتبقى الداتا ديت بيج داتا فبيقدر يتعامل معاها ان هو بيقسم الداتا دي لجروبس ويبدأ يتعامل معاها هي وكأنها جروب داتا او تايتل داتا بيسموها، ده يحطهم تحت كاتيجوريز معينة يعني مثلا بيحط الميل بيحط الباسوردز بيحط اليوزر نيم في مثلا في كل ايميلز مثلا يحطهم تحت كاتيجوري الايميلات وهكذا بقى مع بقية الكاتيجوريز اللي عنده على حسب الابليكيشن اللي بيقدر يقسم فيها الداتا بتاعته دي لجروبس بناء على التايتلد اللي بتبقى فوق في الداتا دي. واتكلمنا على الانجروب داتا، قلنا هندرس الاول الانجروب داتا وبعد كده ندرس الجروب داتا. اتكلمنا عن الانجروب داتا وازاي اعمل لها ريبريزنتيشن، ازاي ارسمها يعني او اعملها بالجرافس. احنا طبعا ده كله بنتكلم تحت الديسكريبتيف ستاتستكس، فاحنا قلنا الديسكريبتيف ستاتستكس ان هي بتتمثل بجرافز ونمبرز، وشفنا الجرافز بتاع الانجروب داتا زي الامثله اللي فاتت دي، وبدانا نحسب بقى النمبرز على حسب النيوميريكال ميثود لديسكرايبنج الانجروب داتا، وحسبنا المين اللي هو الافريج وقلنا ان هو سمشن الاكس اي على الان، وحسبنا الميديان اللي هو الوسيط او الوسط اللي هو الوسيط اللي هو بيبقى في وسط الداتا الميديان اللي هو الميدل فاليو اوف ذا داتا وين بليست ان اوردر، يبقى لازم ارتب الاول وبعد كده اجيب الميدل فاليو. فاتفقنا ان هي ده بيبقى على حسب الداتا اللي عندي اود ولا ايفن، وبدانا نشوف القوانين بتاعتها وقلنا امثله عليها. وبعد كده حسبنا الستاندرد ديفيشن اللي هو الميجر اوف ديسبيرجن، حسبنا الرينج عرفنا نحسب الرينج وعرفنا نحسب الستاندرد ديفيشن وعرفنا نحسب الفارينس اللي هو في الاخر الايه الفارينس اللي هو سيجما سكوير. يبقى انت بتجيب سيجما سكوير وبعد كده تجيب السيجما منها اللي هي تسمى بالستاندرد ديفيشن، وقلنا ده بيقيس لي التشتت الداتا يعني لو عندي ادا المين بتاعي وادا الداتا منتشرة حواليه كده فبيقدر يقيس الداتا دي تبعد قد ايه عن المين ده، يعني بيقيس البعد ما بين الداتا اللي هو الاكس بار اللي هو المين بعد الداتا اللي عندي كل قيمة من الاكس بار اللي عندي ده، وابدأ احسب السميشن بتاعتهم واقسم على عدد الداتا اللي عندي في المسألة يطلع لي الستاندرد ديفيشن. قلنا في مثال اهوت ده طلع ليهم الاكس بار او المين 1، ده 7 وده برضه 7، ولكن الفاريانس بقى او الستاندرد ديفيشن هنلاقي ان هنا القيمة بتاعت الستاندرد ديفيشن هنا 4.24
وهنا القيمة 1.4. هو ايه الفرق؟ يعني هو المين واحد، لكن الفرق هتلاقي ان بعد الداتا يعني البعد الواحد عن السبعة مش زي مثلا بعد الخمسة عن السبعة، فهو هنا بيقيس بعد الداتا عن المين. فلو كانت الأرقام قريبة من بعضها، الداتا بتاعتك كلها قريبة من بعضها، فهي أكيد هتبقى قريبة من المين فاليو، زي الحالة دي، زي الكيس دي كده، هنا 5 6 7 8 9 كلهم ورا بعض، كلهم قريبين من بعض، فطلع الفارينس بتاعك أو الستاندرد ديفيشن بتاعك 1.4. أما في الحالة ديت هنا الأرقام بعيدة عن بعضها، يعني الواحد نسبيا يعني بعيد عن الأربعة، والأربعة بعيدة عن السبعة، والسبعة بعيدة عن العشرة، والعشرة بعيدة عن التلتاشر. فلو شفت الفرق ما بين أول قيمة وآخر قيمة بعد ما تعمل أوردر مثلا للداتا اللي عندك، هتلاقي الفرق كبير شوية، غير لما تقارن هنا الخمسة بالإيه بالتسعة. فده الفيزيكال مينينج بتاع الإيه الستاندرد ديفيشن. طيب، وده مثال حددنا بيه الستاندرد ديفيشن. ده كده احنا بنتكلم عن الانجروب داتا، وبدأنا بقى نحول الكلام من انجروب داتا لجروب داتا، وقلنا اللي هيعمل لي الموضوع ده حاجة اسمها التيبل فريكوانسي، وقلنا هو بيديني بيبقى جيفن بالنسبة لي الرو اوف داتا والنمبر اوف كلاسز اللي هو بقسم بيهم، عايزني اقسم بيهم الداتا، يبقى بيديني كداتا كده، يقول لك النمبر اوف كلاسز مثلا 6 7 5 وهكذا. وبيطلب منك انك تحول الداتا دي لجروب داتا، واحنا قلنا ان احنا بنكون التيبل ده عشان نحقق اللي هو بيسميه الفريكوانسي تيبل، بحدد فيه التالي فاليو، بحط الكلاسز اللي عندي على حسب التقسيمه، بنبدا طبعا بالمينيمم فاليو، لان انت بتبدا تحسب الحل بتاعك عن طريق انك بتجيب الرينج الماكسيمم ناقص المينيمم، بعد كده تاخد الرينج ده تقسمه على نمبر اوف كلاسز فيديك الكلاس سايز او الكلاس ويدث. فلو طلع مثلا حاجه وكسر او رقم من 10 يعني بتقربه لايه لراوند اب، تعمل راوند اب بيخلي القيمه بتاعته قيمه صحيحه يعني. بعد كده تبدا تقسم الكلاسز عندك للانترفالز بتاعتك. الانترفال الاولانيه بتبدا طبعا بالمينيمم فاليو اللي انت جبتها من الداتا اللي عندك، وتزود عليها الكلاس ويدث، تجيب النهايه زي ما اتفقنا المره اللي فاتت، وتجيب الانترفال اللي بعدها والانترفال اللي بعدها لحد ما توصل لاخر كلاس، وبعد كده تروح تقارن الكلاس ده تشوفه حصل قد ايه في الداتا اللي عندي. تطلع للداتا اللي فوق اللي هو كان مديها لك في المساله، تبص على الكلاس ده اتكرر قد ايه في الداتا دي، وتحسب منها الايه التالي فاليو الاول اللي هو تبدا تحسب التالي فاليو ده، اللي هو بتقول مثلا حصل مرة 2 3 4 وتقفل عليها بالخمسة وهكذا. وبعد كده تحسب الرقم ده هنا، تحط فيه الفريكوانسي، تكون التيبل اللذيذ ده. وكنا وقفنا لحد هنا المرة اللي فاتت، وإن احنا حسبنا حولنا الداتا من جروب داتا من ان جروب داتا لجروب داتا عن طريق الكلاسيفيكيشن اللي قسمناها عن طريق الكلاس. بعد كده عايزين بقى نمثل الداتا اللي عندنا. احنا الانجروب داتا قلنا فيها بنمثلها ازاي، بنعمل لها ريبريزنتيشن ازاي او جرافز ازاي، وبعد كده حسبنا النمبرز. فتعالى برضو هنا نتكلم على حته الجروب داتا ونشوف ازاي احنا هنمثلها. فاول حاجه عندنا في سيكشن النهارده ان انا ازاي اعمل ريبريزنتيشن او جرافز للايه للجروب داتا. ف قال لك في خمس او اربع اشكال ممكن ترسم بيهم او تعمل ريبريزنت ليهم عن طريق الجروب داتا. اول حاجه اللي هو الهيستوجرام. الهيستوجرام بتجيب الميد بوينت، الكلاس ميد بوينت، كل كلاس بتجيب له الميد بوينت بتاعته، وترسم حواليها يعني تزود حواليها يمين وشمال اللي في الميد دي، تزود عليها الكلاس ويدث، لان كل ده هيبقى الكلاس الاولاني، بعد كده يجي الكلاس الثاني وراه، بعد كده يجي الكلاس التالت وهكذا لحد النهايه، لحد ما توصل لاخر كلاس عندك بالنسبه للداتا اللي عندك. طيب البار اللي انت رسمه ده عباره عن ويدث وهايت، يعني له ويدث وليه هايت. طب الويدث عباره عن ايه؟ قال لك الويدث ده هو القيمه بتاعه الايه الكلاس ويدث. طيب اجيبها ازاي؟ قال لك هتجيب الميد بوينت وتزود هنا النص الكلاس ويدث، وهنا النص التاني، يعني كأن ده الميد بوينت اللي في النص
وبعد كده تزود نص الكلاس ويدث الناحية التانية دي ونص التاني الناحية اليمين، يبقى كأنك هتقسم، كأن الكلاس هتحط الميد بوينت في النص وتروح يمين وشمال بنص الايه الكلاس ويدث. يعني انا لو افترضت ان اللي عندي القيمة اللي عندي الكلاس ويدث بتاعي هو 4، وكانت الانترفال مثلا بتبدأ من 2، ازود عليها الاربعة يبقى تنتهي عند الستة. عايز اجيب الميد بوينت يبقى البداية زائد النهاية على 2، يبقى اجيب البوينت يبقى 2 زائد 6 على الاتنين اللي هي تديني كام؟ 4. يبقى اذا الميد بوينت بالنسبة لي هي 4. طب اروح الكلاس ويدث كده كام وكده كام؟ قال لك بالظبط كده، يبقى تيجي هنا 2 وتيجي هنا 2، ده يديك مين؟ الويدث بتاع المين؟ الكلاس. طب الهايت بقى هرسمه ازاي؟ قال لك الهايت ده بناء على قيمة الفريكوانسي اللي انت جبتها من التيبل. يبقى احنا قلنا بنكون التيبل اللي عندنا ده زي المره اللي فاتت ما قلنا، وبنقف لحد هنا، وقفنا لحد هنا ان احنا حسبنا الفريكوانسي. طب بعد ما احسب الفريكوانسي ده همثل الهيستوجرام. يبقى اول حاجه في التمثيلات بتاعتي ان انا بمثل الهيستوجرام من الفريكوانسي اللي انا حسبته، عشان كده بروح دايما للتيبل بقى ارسم منه. فعشان ترسم هتجيب الميد بوينت، وبعد كده تزود الكلاس الناحيه دي وتزود نص الكلاس الناحية دي، يبقى انت كده جبت الويتس. طب الهايت ده يمثل مين؟ قال لك يمثل قيمة الفريكوانسي اللي حاصل. يبقى تشوف قيمة الفريكوانسي بكام وتقسم الاكس اكسس والواي اكسس على حسب القيم اللي عندك، فرضية طبعا كل ده فرضية، وبعد كده تبدأ تجيب الهايت بتاع الكلاس وتجيب الويتس. يبقى الفاينل ويتس هو بتجيب الميد بوينت، انك بتجمع بداية الانترفال على نهاية الانترفال، المينيموم فاليو للكلاسات نفسه، تجمع القيمتين اللي فيه تقسمهم على 2 يديك الايه الميد بوينت. بعد كده تجيب قيمة الفريكوانسي وترسم الايه الهايت بتاع الهيستوجرام. تاني رسم عندك اللي هو البوليجون، الفريكوانسي بوليجون. فالفريكوانسي بوليجون بتجيب الميد بوينت، تقف عند الميد بوينت اللي انت في الرسمة اللي انت رسمتها دي بتاعت الهيستوجرام، وتوصل ما بينهم بخطوط مستقيمة زي الحالة دي كده، توصل ما بين الميد بوينت مع الفريكوانسي، مع طول الفريكوانسي عن الميد بوينت، مع قيمة الفريكوانسي عند الميدل، تمام، اللي هي الهاي بتاعت الايه قيمة الفريكوانسي من فوق مع الميد بوينت. يبقى كأن البوليجون برسمه ما بين حاجتين، الحاجة الأولانية اللي هي الميد بوينت، الميد بوينت بتاعت كل كلاس، تمام، والواي بتاعتها قيمة الواي هي الفريكوانسي اللي انا طلعته من التيبل. يبقى لازم اروح اجيب لكل كلاس الميد بوينت بتاعته، وبعد كده ارسمها مع قيمه الاف، واوصل ما بين الخطوط دي بايه؟ بخط مستقيم. انت ما بترسمهاش في رسمه جديده، لا، بترسمها على نفس الرسمه بتاعه الفريكوانسي اللي هي الهيستوجرام، يعني بتوصل في نص الانترفلز كده وتوصل ما بينها بخط مستقيم. طب في ريبريزنتيشن تاني بيسمى الكوميوليتيف فريكوانسي ديستريبيوشن. هنا بقى بيعمل كوميليتيف. يعني ايه كوميليتيف؟ يعني تجميع. يعني انا مثلا طلع عندي الفريكوانسي الاولاني للكلاس الاولاني 8 والتاني 4، فبيقول لك القيمه ال8 دي مفيش قدامها، مفيش فوقها اي قيمه فريكوانسي تانية، فدي اول قيمه بالنسبه لي فهسيبها ال8، ده كوميليتيف اهو. طب الاربعه بقى، قال لك هتجمع الاربعه على ال8، يبقى 4 و8 يبقى 12. طب لو في قيمه اسمها 5، هتجمع الخمسه على ال12 اللي هو مجموع اللي فوق كله، يبقى 5 و12 يديك 17 وهكذا. يبقى ده كده بيسمى الكوموليتيف. اي حاجه كوموليتيف في الدنيا فبتديك تجميع للي قبله. يعني مثلا ولنفرض ان في حد بيتعامل بالساعات المعتمده مثلا، فبيبقى فيه جي بي اي. الجي بي اي ده مثلا بيبقى 2 بوينت، بيبقى لحد 4، من 1 لحد 4. طيب في النص بقى ان بتوين، يعني مثلا جاب في السمستر الاولاني جاب 2.4 مثلا، جاب في السمستر اللي بعده 3.5، جاب في السمستر اللي بعده 3.7، فهيعمل كوميوليتيف لده ويقول له الجي بي اي التوتال بتاعك كذا. بعد ما بعمل الكوميوليتيف ده بيطلع عندي قيم بقى للكوميوليتيف ده فريكوانسي اللي انا محتاجه، ببدا ارسم الكوميوليتيف فريكوانسي ده القيمه ده مع الابر كلاس ليميت. يعني هنا كنا بنجيب الابر كلاس ليميت اللي هي في اخر الانترفال اللي انت بتدور عليها، احنا قلنا 2 و6 وده كانت اخر الانترفال، هي الابر كلاس ليميت اللي هو بالنسبه لي هنا الست. طب اخر تشارت ممكن نتعامل معاها او ريبريزنتيشن ممكن نتعامل معاها مع الجروب داتا هو الباي تشارت.
الباي تشارت اللي احنا اتفقنا بنقسمها كلاسز، او بنقسمها بنكون نشوف الداتا اللي عندي كلها قد ايه، وبفرض ان هي على 360. يبقى بشوف ال n اللي عندي قد ايه، الداتا اللي عندي كلها قد ايه، وبحاول اعبر عنها بدايره 360 ايه 360 درجه، وابدا اقسم السيكتورز اللي عندي او كل كلاس عندي ل عن طريق ان انا باخده نسبه من ال 360 ده. فكاني بجيب القيمه بتاعه الفريكوانسي بتاعته وبقسمها على التوتال فريكوانسي، كاني بجيب الريلاتيف فريكوانسي وبضربه في ال 360. يبقى بتاخد قيمه الفريكوانسي اللي عندك، كانك كل ده هو عباره عن الريلاتيف فريكوانسي اللي احنا عرفناه المره اللي فاتت، ان انا باخد القيمه الفريكوانسي بتاعه الكلاس ده اقسمه على التوتال نمبر بتاع الفريكوانسي كله، التوتال نمبر بتاع العدد كله بتاعي، وبضرب الكلام ده في 360 اجيب الدرجه اللي تمثل لي السيكتور ده او الـ او الكلاس ده، وبعد كده اروح اجيب الكلاس التاني وازود عليه سيتا 2 وسيتا 3 وسيتا 4 وهكذا. وابداها من سيتا 1، هبدا من الخط ده اديني سيتا 1، بعد كده سيتا 2 سيتا 3 سيتا 4 سيتا 5 لحد سيتا ان، لحد ما اخلص عدد الكلاسز اللي عندي. يبقى المساله هتجي لك ازاي بقى؟ هيديك زي ما اتفقنا الداتا بتاعتك، بعد كده يديك نمبر اوف كلاسز، وبعد كده يطلب منك بريزنت الداتا دي باستخدام الهيستوجرام الفريكوانسي بوليجون الاو جيف. ده بيسمى صحيح الايه نسينا نقولها، الاو جيف دايجرام، او بيسميه الكوموليتيف فريكوانسي فاليو. يبقى الكوموليتيف فريكوانسي ديستريبيوشن هو بيسميه الاو جيف، ساعات بيسميه الاو جيف. فلو قال لك الاو جيف فهو بيبقى قصده هنا ان هو الكوموليتيف فريكوانسي ديستريبيوشن. واخر حاجه اللي هو الباي تشارت، يبقى بيطلب منك، ممكن يطلب منك الاربع رسومات، او ممكن يطلب اتنين منهم بس، او ممكن يطلب ثلاثه منهم بس، على حسب ما يطلب منك في المساله. احنا هناخد ان هو الستاندرد بتاعنا ان هو بيطلب مني الاربعه في كل مساله، ونشوف هنمثل الكلام ده ازاي. طب طريقه الحل بقى زي ما اتفقنا، هاو تو سولف، يبقى تجيب المينيمم فاليو من الداتا اللي عندك، وتجيب الماكسيمم فاليو، هو هيبقى مديك النمبر اوف كلاسز، هتروح تجيب الرينج، الرينج هتقول المينيمم ناقص الماكسيمم، المينيمم فاليو الماكسيمم فاليو اللي انت جبتها ناقص المينيمم فاليو دي، تجيب منها الرينج، بعد كده تقسم على النمبر اوف كلاسز عشان تجيب الكلاس ويث او السايز بتاعه، بعد كده تقربه لاقرب رقم اكبر منه، وتكون التيبل زي ما اتفقنا ان انا هبدا بالكلاس الاولاني عند المينيمم، وازود عليه الكلاس ويتس، اجيب القيمه النهايه بس هتكون مش معايا في الفتره، وادخل الفتره اللي بعدها والانترفال اللي بعدها والانترفال اللي بعدها لحد ما اخلص الكلاسز، اروح اتشيك على التالي فاليو قد ايه، واكتب قيمه الفريكوانسي من التكرار. كتبت الفريكوانسي اروح احسب الميد بوينت لاني هحتاجها، واروح احسب الكوموليتيف فريكوانسي لاني هحتاجها، لان احنا اتفقنا ان الميد بوينت هي دي اللي هقدر ارسم منها الهيستوجرام، وبناء عليه هرسم البوليجون اللي هو بوصل الميد بوينت، برسم الميد بوينت مع الفريكوانسي، وبعد كده احسب الكوموليتيف فريكوانسي عشان اقدر ارسم الاو جيف او الايه الكوموليتيف فريكوانسي ديستريبيوشن، وبعد كده بحسب السيتا اي علشان الباي تشارت اللي هي قيمة الفريكوانسي اللي هنا على التوتال نمبر اوف فريكوانسي، بجمعهم كلهم اللي هو التوتال داتا، واضربه في 360 علشان اجيب السيتا بتاعت كل كلاس يمثل قد ايه من الدايرة اللي هرسمها. حيث ان الكلاس ميد بوينت تقدر تحسبها من القانون اللي هي الماكسيمم بتاعت الكلاس زائد المينيمم بتاعت الكلاس الانترفال على 2، يبقى كأنك بتجيب الميد بوينت لكل كلاس. انا نشوف مساله بيقول for the following data، الداتا اللي مديها لك دي، divide the data into 6 classes، عايز يقسمها ل 6 classes، و construct الفريكوانسي تيبل. طبعا دي المساله دي شفناها المره اللي فاتت، وقلنا كانت الماكسيمم فاليو 27 والمينيمم فاليو ب 11، وحسبنا الرينج الماكسيمم ناقص المينيمم طلعت ب 16، بعد كده حسبنا الكلاس ويتس او الكلاس سايز، وطلع عندي الرينج على النمبر اوف كلاسز طلع 2.6، فقربتها ليه، عملت لها راوند اب بقى عرض الكلاس بتاعي او الكلاس ويتس بتاعي 3، فهبدا عند ال 11 وانتهي عند ال 14، ابدا بال 14 وانتهي عند ال 17، طبعا ال 14 مش معايا، ال 17 مش معايا في الانترفال دي، ال 20 مش معايا، ال 23 مش معايا، ال 26 مش معايا، ال 29 مش معايا،
بعد كده ما قسمت الكلاسز هطلع اشوف ال 11 ل 14 دي حصلت قد ايه في الداتا اللي عندي كم مره، فهلاقيها اتكررت كم مره هنا زي ما شفنا المره اللي فاتت لقيناها 8، هكتب هنا 8. بعد كده ادخل في الكلاس اللي بعده اشوف اتكرر كم مره الاقي 14، ادخل في الكلاس اللي بعده الاقي 6، هدخل الكلاس اللي بعده الاقي 4، هدخل في الكلاس اللي بعده الاقي 3، هدخل في الكلاس اللي بعده الاقي 1. اجمع الكلاسز دي كلها يبقى هو ده التوتال نمبر اوف داتا اللي هم 36. تعال نتاكد كده، ادا 1 2 3 4 5 6، وده 1 2 3 4 5 6، يبقى 6 في 6 ب 36 فعلا. يبقى اذا كل لما تجمع الفريكوانسي كله يديك التوتال نمبر اوف ده لو كان هو مش مديك الداتا، فانت بتبدا تجهز، مش مديك التيبل ده يعني، ساعات بيديك التيبل ده جاهز وساعات بيطلب منك انك تجهزه. يبقى لو طلب منك تجهزه هيديك القيم دي اللي هي الداتا دي وانت تكون منها التيبل ده، او ساعات ممكن يسهل عليك ويجيب لك التيبل ده جاهز على طول تبدأ تستخدمه في انك ترسم زي الحالة اللي هي في المسألة اللي جاية دي. فالمسألة اللي جاية دي بيقول given the price of books، مديك البرايس بتاعت بوكس بيبيعها sold last month في last month book store is the following data، يعني مديك السيلينج برايس والفريكوانسي اللي هو باع قد ايه. طيب من 15 ل 18 حصل 8 باع 8، من حصلت يعني في الانترفال دي حصل منها فريكوانسي كان 8، ومن 18 ل 21 كان 23، وفي الانترفال اللي بعدها كان 17، وفي الانترفال اللي بعدها كان 18. يبقى كده هو مديك كأنه مديك التيبل اللي انت المفروض كنت تكونه لو اداك الداتا، فهنا مسهل عليك ومديك الايه التيبل جاهز او الفريكوانسي تيبل جاهز. طب بيقول لك ايه؟ بيقول لك ريبريزنت ذا جيفن داتا يوزنج هيستوجرام الفريكوانسي بوليجون الاو جيف الباي تشارت. يبقى عايزك ترسم كل الداتا او تعمل ريبريزنتيشن للداتا دي كلها باستخدام الاربع دايجرامز بتوعك اللي تقدر تمثل بيهم الداتا دي. فقلنا هنكون التيبل بتاعك من هعتبر ان هي كانها انترفالز بالمنظر ده زي ما هو مديهم لي، هو كان مديني الكلاسز دي وكان مديني كمان الفريكوانسي ده. قلنا هنحسب الميد بوينت اللي هي نهاية الفترة زائد بداية الفترة على 2 تديني الفترة الأولانية 16.5، الفترة الثانية 19.5، 22.5، 25.5. يبقى كده جبت القيم بتاعت الميد بوينت. بعد كده اروح احسب الكوموليتيف فريكوانسي لاني هحتاجه، فالكوموليتيف فريكوانسي هتبدا تجمع بقى الثمانيه دي تكتبها زي ما هي لما مفيش حاجه سابقاها، 23 هتجمعها على ال 8 فتديك 31، وهكذا ال 17 بقى تيجي تجمع 31 ده تديك 48، وهكذا تجمع الداتا كل اللي جاي على اللي جاي اللي بعده ده هتجمعه على ال 48 فتديك 66. طيب بعد ما جبت الكوميوليتيف فريكوانسي بقى لي اجيب السي تي اي علشان ابدا امثل الداتا اللي عندي دي في باي تشارت، فبجيب كل سيكتور منهم حصل بزاويه ثيتا قد ايه، فببدا احسب القيمه بتاعت الفريكوانسي اللي عندي دي بجيبها قد ايه من توتال داتا اللي عندي. طبعا التوتال داتا اللي عندي ان انا هجمع الايه، طبعا ما عنديش داتا عشان اعدها، فلو جمعت الفريكوانسي زي ما شفت في المره اللي فاتت، فلو جمعت الفريكوانسي كله على بعضه يعني 8 بلس 23 بلس 17 بلس 18 كل ده يديني 66، فدي عدد الداتا اللي عندي. فهشوف ال 8 الريلاتيف فريكوانسي بتاعها على ال 66 واضربه في 360 يديني الزاويه اللي هي 43.6. بعد كده اجيب الكوميوليتيف اللي بعده او الريلاتيف فريكوانسي اللي بعده اللي هو 23 على 66 واضربه في 360، بعد كده 17 على 66 واضربه في 360، بعد كده 18 على 66 واضربه في 360، ده تطلع لي الزوايا اللي انا هقدر ارسم بيها الباي تشارت. يبقى خلاص انا بجهز، ببقى عارف انا عايز ايه، اجهز الداتا كلها مره واحده وبعد كده ابدا ارسم. طب تعالى نرسم اول حاجه اللي هو الهيستوجرام. قلنا الفريكوانسي بوليجون هو بيترسم فوقه، فانا هسميهم الهيستوجرام والفريكوانسي بوليجون، بدل ما ارسم ده في رسمه وده في رسمه ثانيه. على الاول نرسم الهيستوجرام. الهيستوجرام قلنا بنجيب القيمه اللي في النص اللي هي هنا دي،
وازود عليها نص الكلاس هنا، نصها هنا ونصها هنا، يعني كانك هتبدا من 15 ل 18، ومن 18 ل 21، من 21 ل 24 و27. يبقى بتبدا اول من اول واحده من 15، وبعد كده 18، بعد كده تجيب ال 21 بعدها، ال 24، الايه 27. يبقى كانك قسمت البار ده بالمنظر ده. طب قيمه الفريكوانسي عندي هبص اشوف اعلى قيمه فيهم علشان ابدا اقسم الواي اكسس، فهشوف اكبر قيمه عندي هلاقيها 23. يعني لو قسمتهم خمسات مثلا ممكن يمشي، قسمتهم بالاربعات مثلا يمشي، ده مش ستاندرد بس على حسب كل واحد ومزاجه يعني. فالتقسيمه اللي هنا دي هتبقى يعني كل واحد، بس لازم تكون لوجيكال يعني، ما حسيش ان الارقام لا قليله قوي ولا كبيره قوي، يعني هتقسمها لوجيك كده وتبدا تمثل الداتا اللي عندك، يا اما تمشي خمسات يا اما تمشي اربعات، دايما انا ماشي كده. فقسمتها 4 8 12 16 20 24، وبدات امثل الداتا اللي عندي دي باستخدام الكلاس العرض اهو الويت بتاعه، وهطلع لحد قيمه الفريكوانسي. طب قيمه الفريكوانسي للكلاس الاولاني كان كام؟ كان 8، يبقى هقف لحد ال 8. ده كده الكلاس، اقوم راسم الكلاس الاولاني، الكلاس الاولاني ده اهو هو ده. طب بعد كده الكلاس الثاني من 18 ل 21، 18 ل 21 حصل كام مره؟ 23. يبقى اطلع عند ال 23 واقوم نازل على الكلاس كده جنبه. طب الكلاس اللي بعده، الكلاس اللي بعده من 21 ل 24 كان كام قيمه الفريكوانسي بتاعتي؟ 17. هاجي عند ال 17 كده، هاجي عند ال 17 في الحته دي كده، واقوم نازل بالقيمه بتاعتي على الانترفال بتاعتي اللي هي من 21 ل 24. بعد كده الكلاس اللي بعده هيبقى عندي هنا قيمته ب 18، يبقى هقف عند ال 18، ويبقى كده انا خلصت الهيستوجرام. طب بعد كده عايز ارسم الفريكوانسي بوليجون. البوليجون بقى بترسم على قيمه الميد بوينت مع الماكسيمم فريكوانسي، هتشوف الفريكوانسي دي ب 8 والميد بوينت بكام، وتقف عند النقطه دي، وبعد كده الميد بوينت الثانيه والثالثه والرابعه، وتوصل ما بين الميد بوينتس دي بخط مستقيم. ده بستريت لاين اهو، كل ده بالمسطره بتاعتك كده او بايدك. يبقى بعد ما احنا رسمنا الهيستوجرام والفريكوانسي بوليجون، تعالى نرسم الاوجيف. الاوجيف قلنا بنجيب الابر ليميت بتاع الكلاس، وببدا ارسمه مع الكوموليتيف فريكوانسي. فانا كنت جبت الكوموليتيف فريكوانسي اللي هي القيم دي، هبدا ارسمها مع الابر كلاس اللي هي هنا ال 18 دي، بعد كده 21 24 27. يبقى ده الابر ليميت بتاعي. هبدا ارسم الداتا عند 18، او القيمه عند 18 وكام؟ 18، والكوموليتيف فريكوانسي ليها 8. يبقى هبدا اول قيمه او اول نقطه عندي على 18 و8، بعد كده ال 21 معاها يقابلها 31، ده الكوموليتيف اهو. يبقى ارسم 21 و31، بعد كده 24 48، بعد كده ال 27 66. اما اول قيمه دي ممكن تقربها بس ايه، تبداها من عند بدايه الايه الانترفال الاولانيه، وتوصل ما بينهم بخطوط مستقيمه بالمنظر ده. يبقى كل اللي عندك ما بتوصلش بكيرفات ولا حاجه، بتوصل خطوط مستقيمه ما بين الايه النقط اللي عندك كلها، سواء في الفريكوانسي بوليجون او في الايه الفريكوانسي كوموليتيف ديستريبيوشن. بعد كده عايزين نرسم الباي شارت. اخد الثيتا اللي انا وصلت لها من كل كلاس، وابدا ارسم الدايره بتاعتي، واخد الزاويه الاولانيه ارسمها بالسنس كده، مش لازم اكزاكتلي يعني، فهتاخد الموضوع سنسنج كده. فده مثلا 43، بعد كده 125، بعد كده اللي هي 92، الزاويه 92، بعد كده الباقي ده هو 98. تسمي ده كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 والكلاس 4 اللي عندك، كلاس 3 وكلاس 4. يبقى هو ده قدرت تمثل الداتا اللي عندك بالاربع دايجرامز اللي هو بيطلبهم منك، اللي هو الهيستوجرام والفريكوانسي بوليجون والاوجيف والباي شارت. فالمساله بتاعت الجزئيه دي بتبقى سهله جدا، ما بتبقاش محتاجه انك مجهود يعني، غير انك تكون عارف الطريقه انك هتمشي ازاي. دي مساله تانية برضو، بيقول لك ذا جيفن داتا بريزنت سكورز، بيديك السكورز بتاعت ال 45 ستودنت ان ستاتستكس فولوينج، بيديك الداتا بتاعت السكور اللي جابها كل ستودنت
مقسمها بقى، مقسم الدرجات اللي عنده من 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 لحد 55، ومديك الفريكوانسي او النمبر اوف ستودنت اللي هي بتمثل لي هنا الفريكوانسي بتاعي حصل قد ايه، بيقول لك ريبريزنت يوزنج الهيستوجرام والاوجيف والفريكوانسي بيليجون والباي تشارت. يبقى اول حاجه هنعملها ان احنا هنكون التيبل بتاعنا بحيث ان انا اجيب الميد بوينت النهايه ناقص البدايه على 2، فتديك كل ميد بوينت لكل كلاس تمام. وطبعا هو مديك الفريكوانسي كده جاهز عندك، هتحسب منه الكوموليتيف بس، هتجمع بقى الداتا بتاعتك 5 و2، وبعد كده اللي يطلع اللي هتديك السبعة بتاعتك، بعد كده سبعة السبعة 18 دي 15، العشرة ال 15 دي 25، السبعة ال 25 تديك 32، العشرة على ال تجمعها على ال 32 تديك 42، التلاتة تجمعها على 42 تديك 45. كده جبنا الكوميوليتيف فريكونسي عشان نرسم الاو جيف. بعد كده تحسب الثيتا، الثيتا دي اللي هو بتاخد الاثنين على التوتال فريكونسي، التوتال فريكونسي اللي هي عدد الطلاب كلهم 45 عندي، فباخد 2 على 45 واضرب الكلام ده في 360 تديك الزاويه الاولانيه، الزاويه الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، السادسه، السابعه. وبعد كده ترسم، تبدا ترسم، تاخد الانترفال الاولانيه والانترفال الثانيه والانترفال الثالثه وهكذا لحد ما تخلص الانترفالز اللي عندك كلهم، هتحطهم ارقام تحت كده. بعد كده تبدا تشوف حصلت الانترفال الاولانيه دي حصلت كام مره، فهتلاقي الانترفال الاولانيه طبعا بعد ما تقسم الواي اكسس لوجيكالي زي ما قلنا، الارقام هنا اكبر قيمه فيها هي ال10، فانا لو مشيت بواحد تمام، مشيت باثنين تمام، وهكذا. المهم تقسم لي الكاتيجوري اللي عندك ده او الاكس اكسس الواي اكسس اللي عندك ده على داتا لوجيكالي كده، وتمثل اول داتا مثلا او اول الانترفال حصلت عندي بمقدار 2، فهاجي عند الجزئيه بتاعتها او الفريكوانسي بتاعها وارسم من 20 ل 25، او مرسمها بكام؟ بالجزئيه اللي هي لحد الاثنين. بعد كده من 25 ل 30 حصلت مثلا 5، بعد كده 8، بعد كده 10، بعد كده قلت تاني بقت تقريبا 8، بعد كده زادت تاني لحد ال 10، وبعد كده قلت لحد ال 4. يبقى اذا القيم بتاعتك ده تمثل الهيستوجرام. عايز ارسم البوليجون، البوليجون قلنا بنجيب الميد بوينت بتاعت الانترفالز كلها واوصل ما بينها بخطوط مستقيمه، وبرسمها على الفريكوانسي، على الفريكوانسي اللي هو الديستريبيوشن بتاع الهيستوجرام. طب الكوموليتيف فريكوانسي، هرسم قيمه الكوموليتيف فريكوانسي اللي هي مع الابر ايه، مع الابر ليميت كلاس. هجيب الابر ليميت كلاس لكل كلاس اللي هو ال 25 وال30 وال35 وال40 وال45 وال50 وال55، ده هو الابر ليميت. طب بعد كده هرسمه مع ايه؟ ترسمه مع الكوموليتيف فريكوانسي اللي انت جبته من التابل من فوق، بتشوف كل قيمه ابر ليميت بكام قصادها كوموليتيف فريكوانسي كام، الابر ليميت بكام، كوميونتي فريكوانسي كام، وهكذا. ترسم القيم دي مع بعضها، وبعد كده توصل ما بينهم النقط دي مع بعضها كده كنقط، بعد كده توصل ما بينهم بخط مستقيم بالمنظر ده كسكتشنج كده. مش عايز ايه بقى اللي هو اكزاكتلي يعني، حد عايز يرسم في الورق اللي بيبقى في نهايه الكراسه مثلا لو احنا في امتحان وفي ورق رسم بياني عندك عايز تستخدمه، ممكن تستخدمه بسهوله جدا. طب الباي شارت، الباي شارت عندك تقدر تقسمها لكلاسز بقى، هتبدأ بالزاوية اللي هي 16، بعد كده ال 40، انت عندك 7 كلاسز، يعني خليك لوجيكالي كده عشان تقدر تجيب تمثل لي 7 كلاسز في الدايرة اللي انت هترسمها. تبدأ بالسي 1 من اول الزاوية دي، او ممكن تبدأ بأي اي حتة يعني، مش لازم تبدأ من النص بالظبط، بس عشان تبقى الدنيا متهندلة شوية هنبدأ من ايه؟ من النص كده. فأبدأ ارسم الزاوية الأولانية اللي هي 16، بعد كده ال 40، ال 64، 80، بعد كده ال 56 وال 80 الاخيره وال 24. يبقى انا كده رسمت الايه من سي 1 ل سي 7 جوه المين، جوه السيركل دي. ده مثال تاني يعني، كل الامثله بقى بنفس الطريقه ده، نفس الطريقه دي، فممكن تبص عليه. تعالى بقى نحسب النيوميريكال. يبقى احنا عملنا التمثيل بتاع الداتا اللي عندي لو كانت جروب داتا او كلاسز، عرفنا نمثلها عن طريق الجرافز المختلفة اللي أقدر أمثل بيها زي الهيستوجرام، زي الأوجيف، زي البوليجون، زي الباي تشارت. طب تعالى إزاي بقى نحسب من الداتا اللي عندي أو من التيبل اللي عندي ده أجيب مثلا السنترال تندنسي. أنا مش عايز أمثل، أنا عايز بس أحسب حسابات عندي، عايز أجيب المين والمود
والميديان زي ما احنا اتفقنا مع الداتا اللي كانت انجروبت. فهنا مع الجروب دي داتا بقى شكل القوانين هيبقى عامل ازاي. طبعا هنا احنا عارفين ان الداتا اللي هتبقى عندك هتبقى كلها في تيبلز، فتقدر من التيبلز دي تطلع ما عادش عندي بقى القيم مش متفرده قدامي او الداتا مش متفرده قدامي، فمش عارف اطلع زي ما قلنا الحسابات، ولو داتا كبيره قوي مش هقدر اقعد بقى امسح ثلاثه من الطرف ثلاثه من الطرف عشان اقدر اجيب واجمع واحسب التوتال واجمع واحسب كل قيمة حصلت قد إيه وهكذا، وبعد كده أجيب المين أجمعهم وأقسم على التوتال. فحطوا قوانين تقدر تجيبها من التيبلز على طول. فأول قانون اللي هو المين هتضرب الإكس أي اللي هي اتفقنا إن إحنا بنجيب الميد بوينت، يبقى بنجيب الميد بوينت والفريكوانسي، ده أول حاجة بنجيبها في التيبل. طب تاخد الميد بوينت تضربها في الفريكوانسي وتجمعهم كلهم، يعني هتاخد الميد بوينت بتاع الكلاس الأولاني تضربه في الفريكوانسي بتاع الكلاس الاولاني وتطلع القيمه، بعد كده تاخد التاني تجيب الفريكوانسي والميد بوينت تضربهم في بعض وتجيب القيمه، بعد ما تخلص الكلاسز كلها وتجيب قيمهم هتجمع القيم بتاعه اللي انت وصلت لها دي اللي هي الاكس اي في الاف اي، جمعها هتديك سمشن في الاخر قيمه رقم معين. فهتاخد القيمه دي تقسمها على السيجما اف اي اللي هو تجميعه الاف اي، يعني كان تجميعه الاف اي دي اللي كانت بتديني النمبر اوف داتا اللي هي ان كابيتال، فتقدر تجيب من الكلام ده المين. طيب ده لو كان قال لك عايز المين وسكت. طب في طريقه اسمها الشورت كات ميثود. الشورت كات ميثود بيستخدم حاجه اسمها الديفرنس، الفرق ما بين الشورت كات ميثود والطريقه العاديه بتاعتنا ان احنا بنجيب المين من غير شورت كات ميثود، ان هي بيستخدم في الشورت كات ميثود حاجه اسمها الديفرنس. طب الديفرنس ده بيبقى عباره عن ايه؟ يقول لك هطرح الاي قيمه الافريج اللي هو بيسموه الاريثمتيك افريج من قيمه الاكس اي اللي هي الميد بوينت، يبقى هيجيب الاي الاول اللي هي الافريج للقيم كلها اللي هو سميشن اكس اي على الان نمبر اوف كلاسز سميشن اكس اي، حيث الاكس اي دي هي الميد بوينت، هيجمع السميشن بتاع الاكس اي، يعني عندي الكلاس الاولاني ليه اكس اي معينه، يعني له ميد بوينت معينه، الكلاس الثاني له ميد بوينت معينه، الكلاس الثالث له ميد بوينت معينه، وهكذا، جمع الميد بوينت دي كلها واقسمها على عدد الكلاسز يديني مين؟ الافريج بتاع الكلاس. طيب هاخد الافريج بتاع الكلاسز دي بتاعت الميد بوينتس يعني، واضرب اطرحها من ال A، يعني الاي ديت اطرحها من كل اكس اي، يعني انا عندي حسبت الاي من سمشن الاكس اي على الان، لان الان جيفن بالنسبه لي والاكس اي انا جبتها فهجمعها واقسمها على ان، اخد كل قيمه دي اللي اسمها ايه دي بقى رقم خلاص، الاي دي بقت رقم خلاص، اخد اطرحها من الميد بوينت يسمي لي حاجه اسمها الديفرنس، بعد كده اخد الديفرنس ده احطه مكان الاكس اي اللي هي كانت في القانون اللي هو هنا، واجمع الكلام ده على الافريج يديني المين. تمام، ده الشورت كات ميثود. ومعظم المينز اللي هتلاقيها في البرمجه او كده او الماتلاب هتلاقي بيحسبها بالشورت كات ميثود، لانها بتديني نتيجه افضل من الطريقه العاديه ان انا بعمل سمشن للاكس اي مضروبه في الاف اي على سمشن الاف اي. يبقى اذا كده جبنا المين باستخدام شورت كات ميثود في طريقتين لايجاد المين، شورت كات ميثود والايه المين العاديه اللي هي الافريج اللي هي سمشن الاكسات على الان. طب الميديان عايز احسب الميديان، يبقى كده خلاص خلصنا من المين. يبقى تاني حاجه عايزين نجيب الميديان من الايه الكلاسز. فالميديان كلاس هو علشان توصل له هو الكلاس اللي الاقي فيه اول كلاس يقابلني الاقي فيه الكوموليتيف فريكوانسي اكبر من عدد الداتا على 2، يبقى هجيب عدد الداتا ده منين؟ لو هو سمشن الاف اي، يبقى هجمع كل الفريكوانسي اللي عندي، انا عندي الفريكوانسي الاولاني الثاني الثالث الرابع والخامس هجمعهم على بعض يديني الان اللي هو التوتال نمبر اللي هو سمشن فريكوانسي. طيب السمشن فريكوانسي ده اشوف الكوموليتيف، طبعا انا جبت الاف اي اهو، جبت الاف اي هروح اجيب السي اي اللي احنا اتفقنا عليه ان انا بجيب كده كده التيبل اللي عندي بجهزه. طب جبت السي اي اللي هو الكوميونتي فريكوانسي، بعد كده اجمع اشوف القيم بتاعتها انهي كلاس فيه قيمه الكوميونتي فريكوانسي اكبر من ان على 2،
الكلام ده هيوضح بالامثله دلوقتي، بس انا بقول لك انت بتعمل ايه، بتدور ازاي، بتجيب بتشوف الكلاسز اللي عندك كلها، بعد كده تشوف كوميونيتي فريكوانسي حصل قد ايه، اكبر واحد، اكبر واحد بدور على اكبر واحد او اول واحد قصدي، قيمه الفريكوانسي كوميونيتي فريكوانسي ليها اكبر من ان على 2، يبقى هروح عندي كلاسز اهي جبت لها الاف اي وجبت لها الكوميليتيف. طب يا باشمهندس انا بدور على الميديان، هتروح للكوميليتيف ده بعد ما تحسب ان على 2، يعني عدد الداتا اللي عندك على 2، تروح بقى تشوف الكوميليتيف ده انهي كلاس اللي فيه قيمه كوميليتيف اكبر من ان على، من قيمه ان على 2 بس، وتيجي تحسب بقى الميديان. هو ال LM ده القانون بتاع الميديان. طبعا احنا اتفقنا ان الدنيا في الاستاتستكس كلها قانون بتحفظه عشان تقدر تعوض بيه، بس طبعا انا عايز اسهل عليك الحفظ بتاع الـ القوانين زي ما هتشوف في المساله دلوقتي من التيبل على طول. يبقى انت مش عارف تحفظ القانون، خلاص انا هديك طريقه تعرف بيها انك ازاي تحسب الـ من التيبل ذات نفسه تطلع القوانين دي. طب لازم تفهم انت بتعمل ايه. اول حاجه ال LM، ال LM ده يمثل اللور ليميت بتاع الكلاس. يعني انا عندي الكلاس في ابر ليميت وفي لور ليميت، اللي هي القيمه الاولانيه في الكلاس والقيمه النهائيه في الكلاس. طب انت هتاخد مين اللور ليميت، تمام كده، تجمع عليها مين اللور ليميت للمين، للكلاس اللي انت وصلت له اللي هو فيه ان على 2 في كوميليتيف اكبر من ان على 2. خلاص انا عندي كده الميديان بتاع الكلاس ده عايز اجيبه، هو ده الميديان كلاس اصلا. والميديان كلاس ده هيبقى فيه ابر ليميت ولور ليميت. طب اللور ليميت هي اللي تاخدها تحطها هنا، بعد كده اجمع عليها كام، ان على 2 اللي انت جبتها ناقص السي 1 السي ماينس 1. السي ماينس 1 مش انا قلت لك الكلاس ده اللي هو الميديان كلاس كان له ابر ليميت ولور ليميت؟ طيب الكلاس ده انت كنت جبت له ايه، جبت له اف اي اللي هي الفريكوانسي بتاعه ده جيفن، ورحت جبت له الكوميليتيف سي اي بتاع الكلاس ده. طب السي اي ده مش فوقه، مش فوقه قيمه ثانيه لسي؟ في كلاس فوقه كان اسمه سي له قيمه كوميليتيف، حطها هنا. يبقى بتطرح ان على 2. طبعا ليه انا جبت ان على 2؟ انا عايز اضمن ان القانون ده ما يدينيش هنا نيجاتيف، تمام، عشان ما يطلعليش الميديان لو كانت القيمه دي كلها بالنيجاتيف واكبر من ال LM ممكن يطلع الميديان بالنيجاتيف. مش لوجيكال يعني ان الميديان يطلع لي بالنيجاتيف. انا عايز اضمن ان على 2 اما اطرح منها سي نيجاتيف 1 يبقى القانون ده يديني بوزيتيف. فالان على 2 اللي انا اديتني مين؟ اديتني الميديان كلاس. طب بعد كده اطرح القيمه اللي قبل الكوموليتيف فريكوانسي بتاع الميديان كلاس، اطرحها من ان على 2. انا متاكد ان القيمه دي دلوقتي اقل من كام؟ من ان على 2، لان انا جبت الميديان بلس بناء على الان على 2. بعد كده اقسم الكلام ده كله على الاف ام، اللي هي الاف ام الفريكوانسي بتاع الميديان كلاس ده. الميديان كلاس ده اتفقنا اللي هو هيبقى كلاس انت واخده بالرو كده، الرو ده فيه ايه؟ بتاع رو انت واخده من التيبل. فالرو اللي في التيبل ده فيه ميديان الميد بوينت وفي الفريكوانسي وفي الكوموليتيف وفي كمان الثيتا وهكذا، يبقى في كل القيم اللي انت محتاجها. طب الاف ام بقى ده هو بتاع الميديان كلاس، تقسم على الميديان كلاس اللي هيبقى عندك، تقسم على الاف ام. طيب بعد كده تعمل ايه؟ بعد كده تضرب الكلام ده في الكلاس ويث. يبقى كل الكلاس عندي له كلاس ويث، هتشوف الكلاس ويث بتاع الميديان كلاس وتضربه في القيمه اللي هي ان على 2 ناقص سي نيجاتيف 1 على كل ده ديفايدد باي الفريكوانسي بتاع الميديان كلاس. يبقى انت كده جبت القانون بتاعك. عايز اجيب المود، احنا اتفقنا ان المود ده هو اكبر فريكوانسي، يبقى اوصل للمود كلاس ازاي؟ بص على الفريكوانسيز كلها واكبر واحد يبقى هو ده مين؟ المود كلاس. طب احسب المود ازاي؟ من الداتا من التيبل هتاخد ال LM. يبقى انا حددت الاول، اول حاجه بتحددها هي المود كلاس. احدد المود كلاس ازاي؟ هبص على الفريكوانسي واخد او اكتر قيمه حصلت، يبقى هو ده المود كلاس. المود كلاس يبقى هو ده الرو بتاع المود كلاس.
الرو بتاع المود كلاس ده هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه الانترفال بتاعتك، وهتبقى جايب له الاكس اي اللي هي الميد بوينت، وهتبقى جايب له الفريكوانسي، وهتبقى جايب له الكوميوليتيف فريكوانسي. ده كده الرو كلاس هيبقى فيه كل الداتا دي. طب عمل ايه بالداتا دي يا باشمهندس؟ هتحسب منها المود. هتاخد ال ام منين؟ من الانترفال. يبقى اول حاجه تيجي الانترفال تاخد منها اللور ليميت احطه هنا، زائد الاف ده هو الفريكوانسي بتاع المود كلاس. يبقى تيجي عند المود كلاس زي ما اتفقنا هيبقى رو اهو في ايه؟ في الانترفال بتاعتك، وبعد كده الميد بوينت اللي هي الاكس اي، بعد كده الفريكوانسي الاف، وبعد كده الايه؟ الكوموليتيف فريكوانسي، وهكذا بقى وبقيه الايه؟ التيبل. طب انا عايز احسب دلوقتي المود، هتاخد من الانترفال الليميت بوينت بتاعتها. طب بعد كده اجيب ايه؟ هتلاقي للكلاس ده فريكوانسي اهو، احطه هنا. طب في ماينس وفي اف ماينس 1. طب اف ماينس 1 ده يعبر عن ايه؟ قال لك القيمه، مش ده فريكوانسي اهو، مش ده كان رو وفوقه رو تاني، خد القيمه بتاع الفريكوانسي اللي فوق راحه من الفريكوانسي اللي تحت اللي هو الاكبر قيمه. انا ضامن ان القيمه دي تبقى بوزيتيف. ليه؟ لان انا اصلا الاف ده هو اكبر فريكوانسي، تمام كده، هو ده كده الاكبر فريكوانسي فيهم. لما اطرح منها قيمه تانيه اللي قبلها فانا ضامن ان ده بوزيتيف، تمام. واخد 2 اف اللي هو الاثنين في الفريكوانسي ده، اطرح منها القيمه اللي قبله في التيبل والقيمه اللي بعده في التيبل اللي هو اف نيجاتيف 1 واف بوزيتيف 1 ده. يبقى ده كده تضربه في الكلاس ويت، هنا مسميه اي كلاس ويت بتاعك، تضربه في القيمه دي كلها وتجمع عليها ال ام اللي هو اللور ليميت، تجيب قيمه المود. طب الديسبيرجن بقى، لو انا عايز اقيس الديسبيرجن عايز اجيب الفاريانس والستاندرد ديفيشن للجروب داتا زي ما احنا جبناهم للانجروب داتا. طيب استخدم انهي قانون؟ قال لك هتستخدم حاجه من اتنين، هيقول لك هات الستاندرد ديفيشن واسكت فتستخدم القانون ده، يا اما يقول لك هات الستاندرد ديفيشن باستخدام الايه؟ الشورتست ميثود. يبقى في هنا طريقتين زي ما في الشورت ميثود اللي هي الشورت كات ميثود. ففي المين والفاريانس اقدر احسبهم بطريقتين. لو قال هات الفاريانس والمين وسكت يبقى انت بتستخدم القانون الطبيعي بتاع المين والفاريانس اللي هنقوله دلوقتي اللي هو ما بيدخلش في الديفرنس. لكن لو قال لك احسب المين والستاندرد ديفيشن باستخدام الشورت كات ميثود يبقى انت ساعتها مضطر انك تروح تحسب الديفرنس الاول اللي هو عباره عن الاكس اي ناقص الاي اي اللي هي الافريج اللي انت بتجيبه الاريثماتيك افريج تجيبه، وبعد كده تطرحه من الاكس اي تجيب قيمه الديفرنس ده وتستخدمه في القانون زي ما هنشوف دلوقتي. طبعا القوانين دي لها اثباتات والاثباتات عليك زي ما شفت في المحاضره. الفاريانس اللي هو سيجما سكوير ده عباره عن القانون الطبيعي بتاعه او العادي بتاعه باستخدام الفريكوانسي هو الاف اي سمشن. اخد الاول الاف اي الفريكوانسي كله اضربه في القيمه دي. طب القيمه دي عباره عن ايه؟ اكس اي اللي هي الميد بوينت نيجاتيف الميو. الميو ده اللي هو مين؟ الايه؟ المين اللي احنا جبناه قبل كده. يبقى الاول لازم تحسب المين عشان تحسب الفارينس. ليه؟ لان الفارينس اصلا هو بيقيس الداتا اللي عندك تشتتها عن مين؟ عن المين، القيمه الوسطى اللي هي المتوسطه الايه؟ الداتا دي كلها. فبيبدا يطرح كل قيمه اكس اي. عندي هنا بقى ما عادش اكس اي، ده بقت انترفال. فهو هياخد القيمه اللي في النص بتاعت الانترفال دي يقيسها، يقيس بعدها عن المين، ويدي له ده انديكيشن عن المسافه او بعد الداتا دي عن او بعد الكلاس ده عن مين؟ عن الافريج بوينت او المين بوينت. او المين هو بقى مش هيبقى بوينت، هو هيبقى ايه؟ خط كده لكل كلاس. يعني مثلا الكلاسز بقى متوسعه فوق الخط ده وتحته، كل كلاس متقسم فوق وتحته، فانت بتاخد الميد بوينت من الكلاس ده تقيسها بعدها عن المين ده. ده معنى الفارينس زي ما احنا عرفناه قبل كده في بدايه السكشن. طب السيجما سكوير يبقى الاف اي تاخدها تضربها في القيمه دي، يبقى انا لازم اجهز القيم دي الاول. يبقى اللي انت بتحتاج تجهزه هو القوانين بتاعت المين والقوانين بتاعت الفارينس، لكن الميديان والمود بتحسبهم من الداتا اللي جيفن بالنسبه لك، ما بتحتاجش تجهز لها حاجه. لكن هنا لازم نجهز الاول القيمه دي كلها. هيبقى عندي انا احسب الميول الاول
وجهز القيمه دي اكس اي ناقص الميو، اضرب الكلام ده في الكل التربيعي طبعا كل سكوير، اضربها في الاف اي واقسم على سميشن الاف اي، يبقى هاخد السميشن دي كلها، ده هيبقى رقم على السميشن للاف اي، ده رقم تاني. طب لو قال لي استخدم الشورت كات ميثود، هحسب الدي اي الاول، هو الدي اي اللي هو الاكس اي ناقص الاي اي، حيث الاي اي هي سميشن الميد بوينتس كلها على الان اللي هي نمبر اوف كلاسز، تجيب الافريج بتاع الكلاسز كلها، يعني كان افريج الايه المين بتاع الكلاسز، يعني افريج الميد بوينت، يعني كان عندي كلاسز اهي كده ورا بعضها، هجيب الافريج يعني القيمه المتوسطه لكل كلاس، كل كلاس له قيمه في النص، ابدا اشوف القيمه المتوسطه ده تبعد قد ايه، ده الديفرنس اهو بقى عن قيمه الاي اي، يعني ان انا اخد عن قيمه الايه السنتر بتاع كل الكلاسز دي، يعني كل الكلاسز دي هتمثل الانترفال من اولها لاخرها. طب كل كلاس له ميد بوينت اهو، كل كلاس له ميد بوينت، هجيب الافريج بتاعت الميد بوينت دي كلها اسميه الاي اهو، هاخد الافريج بتاعت الايه الكلاسز دي كلها، والمثل طلعت مثلا في البوينت دي هي الاي، بعد كده اشوف بقى الديفرنس ما بين كل اكس اي اللي هي في وسط الكلاس ده بعدها قد ايه عن الاي، ده يديك مين الديفرنس دي اي. لو انت استخدمت الديفرنس بقى يبقى انت كده بتستخدم بتجيب الفاريانس او المين باستخدام مين الشورتست ميثود. ف دي بتديك نتائج ادق من الايه القانون اللي هو الطبيعي اللي انت بتحسبه من الايه الفريكوانسي الطبيعي من غير الديفرنس. فده القانون، هجيب الدي اي تربيع، ده طبعا هتبقى مجهزها لكل كلاس هيبقى له دي اي معينه، وتضرب الدي اي سكوير ده زي ما هنشوف في الاف اي في الخانه بتاعت الاف اي، وتعمل لهم سميشن في الاخر يديك رقم تقسمه على التوتال نمبر اوف الداتا اللي هو السميشن بتاع الفريكوانسي، بعد كده تطرح منه الايه التربيع ده اللي هو سميشن اف اي في الدي اي على السميشن للاف اي الكل سكوير. ده قوانين لازم تحفظها طبعا علشان تقدر تكون الداتا. بعد كده الستاندرد ديفيشن اتفقنا ان هو الجذر الروت بتاع مين؟ بتاع الفاريانت، السكند روت بتاع الفاريانت. ده كده القوانين بتاعتك. يبقى اذا السيجما اللي هو الستاندرد ديفيشن هو الجذر التربيعي للسيجما سكوير، ده بالطريقه العاديه، وده الجذر التربيعي باستخدام الشورتست مثلا. تعالى نشوف بقى مثال علشان يوضح الكلام ده. بيقول لك based on the tabulated data، بديك tabulated data given بالنسبه لك، عايز يجيب المين والميديان والمود والستاندرد ديفيشن. طالما سكت كده المين والميديان والمود والستاندرد ديفيشن، ما قالش الشورت كات ميثود او الشورت كات ميثود، ما تستخدمش الشورت كات ميثود، تستخدم القوانين العاديه بتاعتك. طب يبقى اول حاجه اسهل حاجه انا بالنسبه لي مش معتمده على ان انا اجهز داتا جديده عندي جاست، بس ان انا احسب الميد بوينت عشان استخدمها عندي، هو المين، بتجيب المود والميديان، ده بيجي من الايه التيبل ده على طول مباشره. اما عشان تحسب المين والستاندرد ديفيشن لازم تكتب القوانين قدامك وتبدا تجهز الداتا بتاعتهم في تيبل جديد خالص زي ما هنشوف. تعالى اول حاجه بالنسبه لي هروح احسب، اسهل حاجه ان انا اجيب المود. المود اتفقنا ان هو اكتر كلاس حصل فيه فريكوانسي، طب بعناية كده ادور في الفريكوانسي كله اجيب اكبر قيمه اهي هي الثاني، اذا الكلاس الثاني هو ده الرو بتاع مين؟ بتاع المود كلاس اللي هبدا احسب منه المود. طيب اطلع منه ايه؟ قلت لك بتطلع منه اول قيمه اللي هي الليمت، اللور ليمت اللي هي ال ام، وتاخد قيمة الفريكوانسي اللي هي بتاعت الكلاس ده، وتاخد اللي قبلها واللي بعدها. طب وبعد كده تطبق في القانون، ده الحاجات اللي انت ايه هتعمل هايلايت عليهم او هتفوكس عليهم، هي دي الحاجات اللي هتفوكس عليها بس وانت بتحسب المود. طب بعد كده بقينا احسب الكلاس ويتس، الكلاس ويتس هيبقى ثابت للكل، هنا من 20 ل 10، يعني الكلاس ويتس بتاعي بكام؟ ب 10. يبقى هحسب الكلاس ويتس، اجيب القيمه بتاعت الاف من التيبل، اف دي اللي هي عند المود كلاس اللي هي هنا 14 اهي، ناقص الاف نيجاتيف 1 اللي هي فوقها، القيمه اللي فوقها اللي هي الفريكوانسي اللي هي 8. طيب بعد كده القيمه اللي تحتها
لما تحط في المقام بقى اتنين في الفريكوانسي ذات نفسه اللي هو 14 بتاع المود كلاس، نيجاتيف اللي قبله واللي بعده، يبقى نيجاتيف اللي قبله اللي هو نيجاتيف 8 او ماينس 8، بطرح ماينس 8 او ماينس 12 من القيمه اللي هي 2 في الايه الفريكوانسي بتاع الكلاس ده، وبجمعه على اللور ليميت اللي هي اللور ليميت هنا بالنسبه لي للكلاس ده هو كام؟ 10، وتضرب في القيمه دي، قصدي في الايه الايه الميديان كلاس اللي هو الكلاس ويتس، القيمه اللي هي الاولانيه دي تضربها الاول في الكلاس ويتس، بعد كده تجمعها، تجمع كل ده على كام؟ على ال LM، يطلع القيمه ب 17 ونص. يبقى ده كده المود بتاع الداتا اللي عندي دي. عايز اجيب الميديان، الميديان يبقى لازم اروح احدد الاول انهو الميديان كلاس، يبقى اروح اجيب الكوميوليتيف فريكوانسي واشوف انهو واحد فيهم اكبر من ان على 2. يبقى الكوميوليتيف فريكوانسي هجمع الفريكوانسي اللي عندي ده على ده، القيمه الاولانيه هحطها زي ما هي، بعد كده ده على ده، واللي يطلع اجمعه على ده، واللي يطلع اجمعه على ده، واللي يطلع اجمعه على ده، وادور على انهي قيمه اكبر من الان على 2. اول كوميوليتيف فريكوانسي قابلني اكبر من ان على 2، يبقى هو ده الرو اللي هشتغل عليه بتاع الميديان، يعني الميديان كلاس. طيب تعال نشوف كده الان على 2 بكام. الان اللي هي السمشن للفريكوانسيز كلها. طب سمشن الفريكوانسيز كلها كنا جبناها بكام؟ هتحسب بقى، هتجمع اللي هو اخر قيمه عندك فين؟ في الكوموليتيف، هي القيمه دي اخر قيمه في الكوموليتيف، ان انت جمعت كل ده على بعضه، فتاخد اخر قيمه في الكوموليتيف اللي هي ال 50. ده تمثل مين ال 50؟ ده تمثل السمشن للايه؟ الفريكوانسي. ما ده طبيعي، انت بتجمع ال 8 على 14 على 12 على 9 على 7، ما هي دي اخر قيمه عندك. تمام؟ في الكوموليتيف فريكوانسي، خليك ذاكر ما تحسبش قيم انت اصلا حسبتها، يعني ما تروحش تجمع لي دول وانت اصلا جمعتهم قبل كده، ما هي. يبقى السمشن للاف اي هي اخر قيمه في الكوموليتيف فريكوانسي، ده طبيعي، ده حقيقي، يعني ده كلامك صحيح 100%. يبقى اذا 50 على 2 في 25، انهي قيمه في دول، انهي قيمه في دول اكبر من ال 25؟ اول قيمه اللي هي 34. يبقى اذا الكلاس ده هو الميديان كلاس. خلاص حددت الميديان كلاس، حددت الرو بتاع الميديان كلاس. يبقى الميديان كلاس كنا بنطلع منه اول حاجه ال LM، القانون بتاعه. اروح ابص على القانون، انا محتاج ال LM لان على 2 حسبتها، محتاج السي نيجاتيف 1، يعني محتاج الكوميوليتيف فريكوانسي اللي قبله، ومحتاج الفريكوانسي بتاعه، يبقى الفريكوانسي بتاعه اهو بتاع الميديان كلاس، ومحتاج الكوميوليتيف اللي قبله اهو القيمه دي، ومحتاج الليميت بوينت، ليميت ليميت الاندر اللي هي اقل قيمه في الكلاس ده في الانترفال بتاعته، ومحتاج الكلاس ويت عشان اضرب القيمه دي فيها. بعد ان على 2 هتبقى ب 25، السي نيجاتيف 1 ب 22 اهي القيمه دي، واقسمها على الفريكوانسي اللي هو بكام؟ ب 12 للميديان كلاس. يبقى ال 12 دي تمثل لي الفريكوانسي بتاع الميديان كلاس. خلاص حسبت الكلام ده، اطلع اضربه في ال 10، وبعد كده اجمعه كل ده على 20، تطلع لي القيمه 22.5. طيب عشان اجيب المين والستاندرد ديفيشن لازم اكون التيبلز، اكتب القوانين الاول واشوف انا محتاج ايه. طب تعالى نشوف المين، المين اكس اي في الاف اي، يعني محتاج اعمل خانه جديده اسمها الاكس اي اللي هي الميد بوينت في الاف اي بتوعي، اسميها اكس اي في اف اي، اضرب القيمه دي في القيمه دي. طبعا الميد بوينت بتجيبها ازاي؟ من 10 زائد 0 على 2، 20 زائد 10 على 2، 30 زائد 20 على 2، 40 زائد 30 على 2، 50 زائد 40 على 2. كل ده بتجيبه من الايه؟ الكلاس اللي عندك، تجيب منها الميد بوينت بتاعها. طب تضرب الميد بوينت دي في قيمه الفريكوانسي، تجيب الايه؟ الاكس اي في الاف اي. تجمع الكلام ده تطلع برقم في الاخر. كل واحده تجمع، تضرب دي في دي ودي في دي ودي في دي ودي في دي. بعد كده تجمعهم كلهم برقم، يطلع عندك في الاخر في رقم اهو، هو ده القيمه اللي هي بتاعت السمشن بتاع اكس اي في الاف اي. محتاجها على سمشن الاف اي، سمشن الاف اي ده اللي انت جبته قبل كده من التيبل اللي كان قبل كده، اللي هو الكوميوليتيف فريكوانسي، اخر قيمه في الكوميوليتيف فريكوانسي اللي هو تجميع الداتا دي كلها، السمشن بتاع ده. هتقسم ده على ده يديك مين؟ المين. طب بعد كده عايز احسب الستاندرد ديفيشن، الستاندرد ديفيشن اكتب القانون بتاعه، ستاندرد ديفيشن بحسب الاكس اي نيجاتيف الميو اللي انا حصلت عليه من الخطوه دي. يبقى لازم عشان تحسب الستاندرد ديفيشن لازم تجيب المين الاول. يبقى المين اللي هو ده الرقم ده تطرحه من كل اكس اي وتتربع الكلام ده. يبقى لما اجيب القيمه دي
هطرح بقى الاكس اي، اطرح منها المين، يبقى الاكس اي هي الخمسة، تطرح منها المين اللي هي 23 وتربع الكلام ده تديك الخانة دي اللي هي اكس اي ناقص الميو لكل سكوير، بقى الخمسة ناقص 23 بوينت ايه، بوينت كام، بوينت 6، يبقى 23 نكتبها جنبنا هنا عشان نبقى فاكرينها، ما تنيش طالعين نازلين، 23.6 يبقى ده هي الميو، يبقى تاخد ال 5 ناقص 23.6 تربعها، ال 15 ناقص 23.6 تربعها، 25 نيجاتيف او ماينس 23.6 وتطلع الرقم، وهكذا 35 وال 45 وهكذا، تجمع الكلام ده وتعمل له سكوير واللي هو تطلع القيمه بتاعت ده. طب بعد كده ما اضربها في مين؟ القيمه دي تضربها في الاف اي، القيمه دي بتضربها في الاف اي، يبقى تعمل خانه جديده اسمها الاف اي في الكلام ده، يبقى تاخد القيمه دي تطلعها من هنا تضربها في ال 8، تاخد القيمه دي تضربها في ال 14، تاخد القيمه دي تضربها في ال 12، تاخد القيمه دي تضربها في ال 9، تاخد القيمه دي تضربها في ال 7. جبت القيم دي كلها اهي، جمعهم، هات التجميع بتاعتها، هي دي البسط. طب المقام اللي سميشن اف اي، اهو سميشن اف اي اللي انت جبت ال 50 ده، تقسم دي على دي تديك ده الستاندرد ديفيشن اللي هو السيجما تحت الايه؟ تحت الجذر، يعني بعد ما تجيب الكلام ده كله تاخد له الجذر يبقى انت جبت الايه؟ الستاندرد ديفيشن. اما اللي تحت الجذر ده بيسمى الفارينس، الفارينس اللي هو تحت الجذر، اما الستاندرد ديفيشن هو جذر الكلام ده. ده بديك تيبل تاني برضو، بس هنا بقى عايز يستخدم الشورتست ميثود او الشورت كات ميثود. ده مديك تيبل اهو مقسمه كلاسز، كلاس 1 2 3 4 5 6 7، وكل كلاس ليه فريكوانسي، وعايز يحسب المين والستاندرد ديفيشن باستخدام الشورت كات ميثود. فالشورت كات ميثود هتروح تجهز القوانين بتاعها الاول، تكتب القوانين قدامك كده اللي هي دي، ده الميو، حيث الايه ده هو الاريثماتيك افريج، الاريثماتيك افريج ده بيمثل الكلاسز كلها زي ما اتفقنا ووضحناها قبل كده، نوضحها تاني. افرض ان الداتا عندي كلها بالمنظر ده وجواها مقسمها كلاسز، تمام، اوضح بس الفكره بتاع الاريثماتيك دي تاني. افريج بعد كده كل كلاس ليه 100 بوينت، انا عايز اجيب الافريج بتاع ال 100 بوينت دول، يعني متوسط الافريج دول لانها كان هي القيمه دي، فانا هحسبها وافرض مثلا ان هي طلعت القيمه دي، لو باخد سميشن ال 100 بوينت دي كلها على عددهم ونفرض ان هي طلعت القيمه دي، يبقى هي دي الاي. عايز اشوف بقى الديفرنس، الديفرنس بعد الاكس اي لكل كلاس عن الاي ده، يعني عايز اشوف بعد الكلاس ده عن الاي دي قد ايه، وبعد الكلاس ده عن الاي دي قد ايه، وهكذا بعد الكلاس ده عن الاي دي قد ايه. طيب بعد ما كتبت الديفرنس هو ده هضربه في الاف اي، اجيب لهم السميشن واقسم على الاف اي واجمعه على الاي، يبقى انا كده جبت المين. طب هو الاي ده بيساوي ايه؟ اهو سميشن الاكس اي على الان نمبر اوف كلاسز، يبقى الان نمبر اوف كلاسز عندي ان انا اعد الكلاسز دي 1 2 3 4 5 6 7، يبقى كده عندي 7 كلاسز، يبقى الان عندي سمول ب 7. طب سميشن الاكس اي، سميشن الاكس اي ان انا اجيب ال 100 بوينت واعمل لها سميشن، اجيب الايه؟ القيمه بتاعتها اللي هي 56. 100 بوينت بنجمعها ازاي؟ اللي هي 3 ناقص 1 على 3 زائد 1 على 2، 5 زائد 3 على 2، 7 زائد 5 على 2 وهكذا، يبقى انت كده جبت الاكس اي والفريكوانسي هو مديهولك. طب تعالى نجيب الدي اي بقى لكل واحده. الدي اي هو تاخد سميشن الاكس اي اللي هو تجيب الاي الاول، سميشن الاكس اي على ال n نمبر اوف كلاس، يبقى تاخد 56 على ال n نمبر اوف كلاس اللي هي 7 تديك 8. طب عايز احسب الدي اي، الدي اي هي الاكس اي ناقص الاي ده، يبقى تاخد كل اكس اي هنا ناقص الايه؟ القيمه اللي انت جبتها اللي هي 8. فلو قلت 2 يبقى هكتبها فوق كده علشان نبقى معانا، يبقى الدي اي الاي قصدي اللي هي الافريج الاريثماتيك افريج اتشرب ب 8. انا عايز اجيب الدي اي، الدي اي ده بيساوي الاكس اي ناقص الاي نيجاتيف الاي. طب تاخد الاثنين نيجاتيف نيجاتيف 8 تديك نيجاتيف 6، 4 ماينس 8 تديك ماينس 4، 6 ماينس 8 تديك ماينس 2، 8 ماينس 8 تديك 0، 10 ماينس 8 2، 12 ماينس 8 4، 14 ماينس 8 6 وهكذا، يبقى انت كده جبت المين؟ الدي اي. اخد الدي اي ده اضربه في الاف اي،
يبقى اخد الدي اي اضربه في الاف اي، ده في ده وده 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 في ده، احط القيم هنا واجمعها، لان انا محتاج حاجه اسمها سمشن الاف اي في الدي اي على سمشن الاف اي اللي هي الايه، سمشن الاف اي قصدي اللي هي دي، تجمع فريكوانسي كله، تقسم القيمه دي على القيمه دي، يبقى انت جبت مين الكلام ده. بعد كده تجمع عليه الايه، يبقى انت جبت المين. كده جبنا المين. عايز احسب الستاندرد ديفيشن باستخدام الشورت كات ميثود برضو. طب احط القانون بتاعها اللي هو كان ده وابدا احسب. انا معايا الدي خلاص حسبتها، دي اي حسبتها لكل كلاس، هبدا اقدر اربعها بس، اجيب لها الدي اي تربيع عشان اقدر اضربها في الاف اي. يبقى هكون خانه جديده اسمها الاف اي في الدي اي سكوير. طبعا هتربع القيمه دي، هي تربيعات القيمه دي هي دي كلها، وتضربها في الاف اي. تمام، هتربع دول بس الاول لهم سكوير وتجمع القيم دي، تطلع النهايه اللي هي السمشن اللي هي 2008 دي. يبقى ده السمشن اللي هو بتاع الاف اي في الدي اي. طبعا تقسمه على الايه، القيمه بتاعه الكوموليتيف فريكوانسي، يعني تقسم ده على ده، يديك الايه الترم الاولاني ده، تطرح منه الترم الثاني ده، طبعا احنا حسبناه قبل كده اللي هو ده، تربعه بس، فاللي هو القيمه اللي هو كان ده كله اللي هو القيمة بتاعته اللي هي دي. تمام، هتجيبه تحطه هنا وتربعها، يبقى انت كده جبت الستاندرد ديفيجن. ده مثال كده احنا كنا عملنا له الجرافس، فعايزك برضو تحسب له كان هو طالب، كنا احنا عملنا اول مطلوب ده فيه، هات انت بقى المين والستاندرد ديفيجن وللداتا دي، وهات الايه الميديان والمو، هات المين والستاندرد ديفيشن دي باستخدام الطريقتين، شورت كات ميثود